ننتقل إلى الزميلة ماري سالم المحللة المالية الاقتصاد بشرق لي تحدثنا بشكل أوفى عن افتتاحية الأسواق الخليجية اليوم. صباح الخير ماري. يعني يبدو أن الافتتاحية كانت هادئة بالنسبة للسوقين في الإمارات. دبي كان يميل إلى الارتفاع فيما كانت تميل الأسواق في أبوظبي إلى بعض التراجع. هل تغيرت الصورة وكيف ممكن تفسير هذه الحركة اليوم؟ صباح الخير نور ويعطيك ألف عافية. يعني فعلا الصورة تغيرت بشكل كلي، يعني صار في عندنا تراجعات بسوق دبي المالي وارتفاعات بسوق أبو ظبي، وهذا الشيء كان نوعا ما متوقع، يعني خاصة أنه مش التراجعات تبع سوق دبي اللي هي متوقعة قد ما هي شوية الارتفاعات والارتدادات الإيجابية شوية بسوق أبو ظبي من بعد التراجعات اللي كنا شفناها بالفترة الماضية. بعدنا نحن شوية تقريبا إذا بدنا نقول ببداية الجلسة، يعني صحيح صارنا تقريبا ثلثين الساعة على بداية الجلسة، ولكن رغم هذا بعدنا عم نشوف شويه تباطؤ بالاحجام التداول. يعني رغم هذه الارتفاعات اللي عم نشوفها نحن بسوق ابو ظبي، الا انه الارتفاعات عم بتكون على الاسهم اللي هي القياديه اللي اعتدنا انه نشوفها نحن ضمن الاكثر زخما بالسوق والاكبر وزنا، كمان هيك بنشوف هيدي الحركه شوي الايجابيه اللي هي موجوده ضمن السوق. بس اذا بدنا ناخذ الاداء تبع الاسواق الخليجيه بشكل عام، في عندنا تباين واضح، يعني اليوم في عندنا شويه تراجعات طفيفه على مؤشر السوق بالدوحه، وفي عندنا شويه ارتفاعات بمسقط، وبالسوق الكويتي في عندنا ارتفاعات على السوق الاول ولكن الرئيسي والرئيس ال50 في عليهم بعض التراجعات. هيدي المرحله نور هلا بهذه الفتره، يعني بالاسواق الاماراتيه تحديدا اغلب المستثمرين التفاعل تبعهم عم بيكون مع الاعلانات تبع الشركات فيما يتعلق بالتوزيع واقرارهم للتوزيعات اللي هي متوقعه عن 2000 او كان موصى بها عن 2023. شفنا مثلا تيكوم والموافقه على التوزيعات تبعهم، شفنا الشركات الاخرى اللي عم تعلن مثلا عن صفقات جديده وغيرها كيف عم بيكون التفاعل تبع المستثمرين معه. ابرز شيء اليوم يمكن عنا اياه هو التسعير تبع باركن بين درهمين ودرهمين 10 فلوس، وهو الاكتتاب يلي لهلا تغطى 100% وتغطى اكثر من هذه النسبه، والاقبال الزخم من قبل المستثمرين على الادراج الاول بسوق دبي المالي. وهذا الشيء يعني اذا استمر على هذه الوتيره ممكن انه يخلق بعض الزخم بالاسواق الاماراتيه، وهو الشيء اللي حنضلنا نحن متابعينه بالفتره المقبله، لانه هذه المرحلة بظل غياب، يعني خلص ما بقى في نتائج شركات لنهاية الشهر، يعني من بعد ما يخلص الفصل الأول التركيز حيكون على الإدراجات وحيكون على الأخبار تبع الشركات وكيف حيكون التفاعل معها، لأنه المستثمرين دايما بفتشوا على الشيء أنه هن يتمسكوا فيه ويخلقوا الإيجابية لهم. عم نشوف بالأسواق العالمية يعني بعض التقلبات كانت بالأمس، أسعار النفط على تقلبات كمان، فهذه كمان بتأثر على نفسية المستثمرين بعكس يلي مثلا بالأسواق السوق الخليجية العادية. بس بالسوق السعودي مثلا التركيز عم بيكون بعده مستمر على البيانات المالية، وهي اللي عم تكون المحرك الأساسي. حنضلنا نحن مستمرين بهذه التغطية تنشوف كيف حتكون البيانات المقبلة بالسوق السعودي لها تأثير على المؤشرات. وبالأسواق الإماراتية أكيد التغطيات على الأخبار تبع الشركات والإدراجات الأولية مثل باركن وغيرها إذا صار في من إعلانات مستقبلية بهذه الفترة القصيرة المقبلة. شكرا لك ماري على كل هذه التفاصيل، نراك بعد قليل في مؤشرات الشرق للمزيد من التحديثات حول أداء الأسواق الخليجية.